صالح المذب بمناسبة هذا اليوم العظيم 24 من ديسمبر 2017. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وأخيرا نشكر الله سبحانه وتعالى ونثني عليه من الشكر والثناء، فهو سبحانه وتعالى من أكرمنا وأمتن علينا في هذا اليوم بإتمام معركة التحرير لمديريات بيحان ومحافظة شبوة، وتطهير كل هذه الأراضي من آخر معاقل ميليشيات الإنقلاب في هذا، وذلك كله بجهود أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل المخلصين من أبناء الوطن الذي اصطفوا في صف المقاومة واصطفوا في صف الوطن وجعلوا من المشروع الوطني هو الشعار الأول لهم. ونهدي هذا النصر العظيم الذي يعني فرحته تجاوزت الوصف وتجاوزت يعني أن يوصف، يعني أفعمت نفوسنا وعمت الفرحة. نشكر قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. كمان نزف هذا النصر وتبريكاته إلى القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء.